السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة اللي الناس بتستناه اللي هو بيع الحمام اللحم. هنعرض مجموعة قليلة فعلا، لأن الناس اللي مستعجلة. أنا كنت بنتظر إن الحمام كله اللي في السلكات يكون معاه بيض ومعاه زغليل، لكن الناس مستعجلاني، فأنا هعرض دلوقتي 7 أصوص بس اللي هم الجاهزين، اللي هم اضمن حاجة اضمنها لك بإذن الله. مكاننا في دمياط القديمة، رقم موبايل 010-63-66-9413. هعرض لك دلوقتي كل قص بسعره وحالته ايه، شغال معاه زغليل. هنعرض اللي معاه زغليل ومعاه بيض او معاه بيض، مش هنعرض حاجة تانية غير كده، تمام؟ طبعا هقول لك على سعر كل قص فيهم. كمان عايز اقول لك الاماكن المتاح ليها شحن، بس هي من دمياط، عشان احنا من دمياط واحنا بنشحن في عربية ميكروباص الركاب. مفيش اماكن متاح لها شحن غير القاهرة واسكندرية، المنصورة، بورسعيد، الاسماعيلية، بس هم دول يا جماعة اللي متاح لهم شحن من دمياط مباشرة. غير كده بيحتاج نقل من محافظة لمحافظة، فاحنا يعني ما بفضلش الحكاية دي، فانا بفضل اشحن لك في سيارة الركاب اللي هي من الموقف، لان انا بروح الموقف، اعطي السواق رقمك يكلمك واحنا في الموقف قبل ما امشي من الموقف، تمام؟ الحاجة التانية ان هو هيسلمك في موقف المحافظات، مش هيوصل لك الحمام لبيتك زي ما في ناس بتبقى فاكرة ان توصيل للبيت، لا، انت هتروح للموقف وتستلم من هناك الحمام من السواق من موقف المحافظات اللي هو في بلدك، البلاد اللي احنا ذكرناها دلوقتي دي. قبل ما نشحن الحمام حضرتك هتكون محول السعر اللي اتفقنا عليه. تفضل ان اللي هيطلب المجموعة على بعضها هو اللي احنا هنختاره يا جماعة، انا اسفين في الموضوع ده. ويفضل كمان اللي يجي يستلم من المنزل، يعني احنا بنقول الشحن بس للناس، لو مفيش حد هيجي يستلم من المنزل هنضطر نشحن له طبعا. بس ارجوكم محدش يطلب مني قص ويقول لي اشحنهولي، لان الموقف بعيد وبيحتاج مني مجهود، يعني على الاقل يكون 3 جواز اللي هم اشحنهم له، انما اللي هروح الموقف عشان اشحن له جوز حمام فطبعا مجهود عليا، تمام؟ بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأول قص. تعال نجيب من السلكة الخشب دي، هنبدأ من السلكات الخشب دي. بس عايزك تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي وتدعي للبائع والمشتري بالبركة بإذن الله. زي ما اتفقنا مش هنعرض غير اللي هو معاه بيض أو معاه زغليل. تعال نشوف كده في البداية أول قص اللي هو هنقول اهو رقم 4. ده يا جماعة رقم 4، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة، معاه زغليل. هنشوف كده مع زغلولين اهم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ده اللي انت تعرف منه متلبنين ما شاء الله كويس اهم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما عودناكم احنا ما بنخرجش غير الحاجة اللي انا شايف ان هي كويسة والبركة من عند ربنا ان شاء الله، وربنا يبارك لك فيها. ممكن يكون شغال عندي كده زي ما انت شايف ويجي عندك، يكون مش رزقك في الحمام اللحم، يكون رزقك في حاجة تانية، فادعي للي هيشتري بالبركة ان شاء الله. ده 600 جنيه يا جماعة اهو. اللي هيستكتر السعر يا جماعة ويقول انت مزود الاسعار ليه، يشوف فشوية الكلفة اللي انا شاريهم دول او اكل الحمام اللي انا شاريهم دول ب400 جنيه، من شايفهم دلوقتي حطلك صورتها دلوقتي على الفيديو، دول ب400 جنيه. اللي مستكتر السعر هقول له اشتري زغليل. انت لو اشتريت زغليل هتشتري زغليل دلوقتي بكام؟ ب250. شوف انت عم يشتغلوا ويطلعوا معاك دكر وانتايا او ما يطلعوش، انت ونصيبك، ممكن يطلعوا دكر وانتايا او يطلعوا ناتي او يطلعوا ذكور، الله اعلم، هم بيطلعوا هم ونصيبهم يعني، وممكن يعيشوا وممكن يموتوا، الله اعلم. فانت بتشتري حاجة دلوقتي ما تستكترش، احنا ربنا ييسر ان شاء الله ويستر علينا في اسعار الكلفه والايام اللي جايه دي. فبدايه ده 600 جنيه باذن الله. طيب القص الثاني ده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اهو يا جماعه، تحته
على شويتين اهو، هم قربوا يفقسوا يعني ان شاء الله. برضو هنقول عليه 600 جنيه، ده رقم كام عشان ما ننساش برضو، ده رقم خلاص. يبقى كده معانا اتنين قصين، القص التالت اهو شوف كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخدهم ما شاء الله. فقس والله، لسه اول مرة اشوف اللي هو فقس ده دلوقتي، فقس زغلول ولسه التاني ماشي، لسه حتى قشرة البيضة الحمام ما شالهاش اهو تمام. يعني احنا هنبقى نستسمح اللي هو هياخد الحمام ان هو يسيب لنا الحمام شوية لحد ما الزغلول تكبر شوية يكون افضل يعني. يبقى ده القص ايه نقول رقم 7 برضو سعره 600 جنيه تمام اهو. القص الرابع ده يا جماعة ما شاء الله اهو معاه زغاليل فأسة بقالها يعني عمرها كام يوم اهو، نقول رقمه رقم 15 تمام، رقم 15 في السلكات هنقول سعره ده 500 بس تمام اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بقى ده اقل في النتاية، اقل في الحجم شوية، لكن يا جماعة ما تنخدعش بقلة الحجم وكبر الحجم، احيانا الحجم صغير شوية، انما بقولكش ان هو صغير زي البلدي والكلام ده، لا هو لحم وحجم بيطلع عندك احيانا النتاية حجمها ممكن يكون اقل شوية بسبب ان هي اشتغلت شوية وبسبب ان هي اكلت شوية، لكن ده لا يعيبه، ممكن يطلع زغاليل اكبر منه خلاص. يبقى ده سعره 500 جنيه. هنا قص تاني اهو، نقول رقمه ايه، ده رقم 16 تمام، بسم الله ما شاء الله، معاه حسويتين قربوا يفقسهم، نقول ده سعره برضو 500 جنيه اللي هو رقم 16. والقص ده ما شاء الله فقس بيضة برضو، فقس زغلول تحته، والبيضة التانية نقرة اهيت مكسورة اهيت، هيخرج قرب يخرج تمام. ده سعره 550. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للي ياخده. ده اللي هو 18. ده القص رقم 19، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للي ياخدهم. الحجم لحم البيور يا جماعة اهو، معاه بيض قرب يفقس، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ده سعره 600 جنيه تمام اهو، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للبائع والمشتري. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.